هل من نصيحة لطلاب العلم الذين يتأخرون عن الجمعة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فلا يجوز للقريب من المسجد الجامع الذي يسمع الأذان، لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لمن يسمع النداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض.